بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة الدراسات الاجتماعية. النهاردة بمشيئة الرحمن هنكمل الدرس الثاني في منهج الجغرافيا، هو درس اسمه درس تضاريس العالم. اتكلمنا الحصة اللي فاتت لما شرحنا مع بعض تضاريس العالم القديم، وقلنا إن تضاريس العالم بتنقسم إلى 3 أجزاء أساسية، وهما الجبال، 2 الهضاب، 3 السهول. وطبقنا الكلام ده كله سواء في قارة أفريقيا أو آسيا أو أوروبا اللي احنا بنسميهم قارات العالم القديم. تعالوا مع بعض كده نبدأ نشوف درس النهاردة، هنكمل بيه تضاريس العالم بس المرة دي لقارات العالم الجديد زي أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية وأستراليا. لو بدأنا مع بعض كده، أول حاجة تضاريس قارة أمريكا الشمالية. احنا اتفقنا مع بعض ان احنا نبدأ التضاريس بأول حاجة اسمها الايه؟ الجبال. بيقول لي بمنتهى البساطة لو جينا نتكلم عن الجبال هيقول لي أهم سلاسل جبلية موجودة داخل قارة أمريكا الشمالية هنقسمهم جزئين. أولا في الشرق هنلاقي سلسلة جبال اسمها الأبلاش، في الشرق هنلاقي سلسلة جبال اسمها الايه؟ الأبلاش. طب تعالوا بينا نشوفها كده على الخريطة شكلها فين. قال لي بالمنظر دوت والله موجودة عندي على الساحل الشرقي جبال اسمها سلسلة جبال ايه يا أولاد؟ الأبلاش. اما في الغرب ففي سلسلة جبال كبيرة جدا جدا اسمها جبال روكي، ودي تعتبر اعلى جبال القارة وبيغطيها الجليد في معظم فصل الشتاء. طب موجود فين؟ قال لي موجود على طول الجزء الغربي من قارة امريكا الشمالية بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، دي كلها سلسلة جبال روكي. يبقى انا الجبال اللي عندي موجودة في امريكا الشمالية 2، جبال الابلاش في الشرق وجبال روكي في الغرب. طب لو بدأنا مع بعض بالهضاب، قال لي موجود عندي مجموعة من الهضاب داخل القارة زي هضبة اسمها هضبة المكسيك في الجنوب. لو بصينا مع بعض على الخريطة كده ادي خليج المكسيك، هتلاقي جنب منه هضبة هنا اسمها هضبة المكسيك. يبقى تاني كده جنب خليج المكسيك على طول هتلاقي هضبة اسمها هضبة الايه؟ المكسيك، ودي الهضبة الاولى اللي موجودة عندي في الجنوب. كمان عندي هضبة اسمها هضبة لبرادور، واللبرادور دي فين يا مستر؟ في الشمال الشرقي. لو جينا بصينا على الخريطة كده ادي خليج هيدسون، جنبها على طول هضبة اسمها هضبة ايه يا اولاد؟ لبرادور. يبقى انا عندي كام هضبة في قارة امريكا الشمالية؟ 2، الاولى في الجنوب اسمها هضبة برافو عليك، وهضبة المكسيك، والتانية هضبة اسمها هضبة ايه يا جماعة؟ لبرادور. طب السهول يا مستر، السهول احنا كنا متفقين ان هي بتنقسم كم نوع؟ نوعين، سهول ساحلية وسهول فيضية. تاني، سهول ساحلية وسهول فيضية. طب بمنتهى البساطة لو جينا نتكلم عن السهول الساحلية، طبعا احنا عارفين ان السهول الساحلية اللي هي جنب البحار والمحيطات موجودة في الشرق وفي الجنوب الشرقي وبتمتد على طول محيط الأطلنطي، يعني كل المنطقة دي كده اسمها سهول ساحلية، وكمان خليج المكسيك، وكمان حول خليج هيدسون في المكان ده كله، بالإضافة كمان إلى سهول المحيط الهادي. بس خد بالك، هو الجبال الكبيرة موجودة في الشرق ولا في الغرب؟ أيوة بالظبط، برافو عليك، احنا عندنا سلسلة جبال كبيرة جدا في الغرب. يبقى اذا السهول الساحليه في الجزء الغربي ضيقه لاقتراب جبال روكي من السواحل، اما السهول الساحليه في الشرق هتبقى. طيب لو اتكلمنا مع بعض دلوقتي عن السهول الفيضيه، هنتكلم عن السهول الايه يا اولاد؟ الفيضيه، واحنا عارفين ان السهول الفيضيه هي اللي بتبقى حول مجاري الانهار والبحيرات العذبه الصالح فيها الزراعه. بيقول لي تتعدد خصائصها حيث تتسع السهول الفيضيه في وسط امريكا الشماليه إلى الشرق من جبال روكي. يعني بمنتهى البساطة أنا عندي جبال روكي أهو، في شرق الجبال مكتوب عندي السهول الإيه؟ أيوه السهول الوسطى. طب ليه يا مستر المكان دوت فيه سهول ساحلية سهول فيضية كبيرة؟ قال لي أولاً عندك نهر اسمه نهر المسيسيبي، وده بيصب في خليج المكسيك، بالإضافة إلى وجود منطقة كبيرة جداً من البحيرات في الوسط زي ما أنتم شايفينها اسمها البحيرات العظمى، اسمها البحيرات الإيه يا جماعة؟ العظمى، ودي موجودة في كل من كندا والولايات المتحدة، وبتنتهي في الجنوب بسهول نهر المسيسيبي اللي إحنا لسه قايلين عليه. بالإضافة بقى إلى وجود نهر اسمه سانت لورنس، نهر اسمه إيه؟ سانت لورنس، وده بيصب في خليج سانت لورنس، ونهر كمان اسمه نيلسون يصب في خليج هيدسون. يبقى انت كده بمنتهى البساطة عندك 3 انهار مهمين، نهر نيلسون يصب فين؟ في خليج هيدسون،
عندك نهر اسمه نهر سانت لورنس بيصب فين؟ في خليج سانت لورنس. عندك نهر اسمه المسيسيبي وده بيصب فين؟ في خليج المكسيك. تاني قارة عندنا النهاردة اسمها قارة أمريكا الجنوبية. لو انتوا فاكرين قارة أمريكا الجنوبية كانت من أعظم وأهم القارات اللي موجودة عندي في منهجي. طيب لو جينا نتكلم عن الجبال اللي موجودة في قارة أمريكا الجنوبية مش هنلاقي غير هي سلسلة جبال واحدة بس تعرف باسم سلسلة جبال الإنديز. تعرف باسم جبال إيه يا أولاد؟ الإنديز. ودي بتمتد من الشمال حتى الأطراف الجنوبية، أهو على الخريطة من كل المنطقة اللي لونها بني ديت اللي أنا ماشي عليها بالسهم، كل دي سلسلة جبال واحدة اسمها سلسلة جبال الإنديز. طيب لو جينا نتكلم عن الهضاب، قال لي عندك ثلاث هضبات مهمين، في الشمال هضبة جيانا، في الوسط أو في الشرق هضبة اسمها هضبة البرازيل ودي أكبر هضبة موجودة في القارة ارتفاعاً. تالت هضبة عندي اسمها هضبة باتاجونيا في الجنوب ودي أصغر الهضاب القارة اتساعا ومساحة. يبقى تاني كده، في الشمال بص معايا على الخريطة، أيوة في الشمال الهضبة دي اسمها هضبة إيه يا أولاد؟ جيانا. في الشمال هضبة جيانا. في الشرق عندي هضبة تانية اسمها هضبة البرازيل، كل دي هضبة واحدة اسمها هضبة البرازيل، دي أكبر هضبة في القارة. آخر هضبة عندي اسمها هضبة باتاجونيا ودي أصغر هضبة موجودة فين؟ في الجنوب. لو جينا نتكلم عن السهول اللي موجودة داخل قارة أمريكا الجنوبية، طبعا احنا عارفين ان السهول يا اما سهول فيضية يا اما سهول ساحلية. تاني يا اولاد، يا اما سهول فيضية يا اما سهول ايه؟ ساحلية. طب تعالوا نشوف السهول الفيضية. مبدئيا كده موجود في أمريكا الجنوبية أوسع سهول فيضية في العالم. مرة كمان، أوسع سهول فيضية في العالم. ايه هي النهر دوت؟ نهر الأمازون. شايفين خط الاستواء ده؟ شايفينه؟ كل الروافد اللي جنب منه واللي تحت منه دي كلها روافد نهر واحد بس اسمه نهر الأمازون. يبقى مين هو أوسع سهل فيضي في العالم؟ نهر ايه يا أولاد؟ نهر الأمازون. ده مش بس كده، عندي في الجنوب مجموعة من الأنهار زي مثلا نهرين أو سهول نهر لبلاتة. لبلاتة دي مقسومة نصين، برانا وبرجوي. تعالوا كده نشوفهم مع بعض. شايفين كلمة سهل البنباس اللي على الخريطة؟ ادي نهر لبلاتة طالع من جنب منه اهو، نهر لبلاتة اهو مقسوم نصين، برانا ونهر اسمه باراجواي. يبقى لبلاتة مقسوم نصين، برانا وباراجواي. بالاضافة بقى كمان الى سهل موجود جنب هضبة جيانا اسمه نهر الاورينكو، زي ما انتوا شايفينه كده، نهر اسمه الايه؟ الاورينكو. يبقى السهول الفيضية عندي نهر الاورينكو، عندي نهر اسمه نهر الامازون، نهر اسمه لبلاتة مقسوم نصين، برانا وايه؟ وباراجواي. بالإضافة بقى كمان إلى نهر موجود في البرازيل اسمه ساو فرانسيسكو. اسمه إيه يا أولاد؟ ساو فرانسيسكو، مش سان فرانسيسكو. سان فرانسيسكو دي ولاية في أمريكا الشمالية، إنما النهر هنا عندي اسمه ساو فرانسيسكو. السهول الساحلية أنتوا اللي تشرحوها لي. ها، عندنا جبال قريبة من السواحل؟ أيوة يا مستر، عندنا جبال الإنديز في الغرب. يبقى إذا السهول الساحلية في الغرب هتبقى سهول ضيقة لاقتراب جبال الإنديز منها، وبتتسع في الشرق وفي الشمال لأن مفيش جبال حوالين هذه السهول الفيضية اللي بتطل على المحيط الأطلنطي. يبقى إذا السهول الساحلية اللي عندي سهول واسعة في الشرق وضيقة فين؟ في الغرب. آخر قارة عندنا في درسنا النهاردة هي قارة أستراليا. قارة أستراليا سهلة جدا 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 وصغيرة جدا جدا. لو جينا نتكلم عن الجبال اللي موجودة فيها هتلاقي هي جبال اسمها جبال الحاجز الكبير. دي موجودة على طول الساحل الشرقي للقارة. شايفين واخدة زي قوس كده مقسومة من النص، مفتوحة من النص، يعني كل دي على بعضها اسمها جبال الحاجز الكبير. جبال الحاجز الكبير دي بمنتهى البساطة تعرف باسم جبال الألب الأسترالية. تاني كده، سلسلة جبال الألب الايه؟ الأسترالية. طب تعالوا نفتكر كده، احنا سمعنا جبال الألب دي فين قبل كده؟ ها، مين يقول؟ ايوه بالظبط كده، كان في قارة أوروبا، كان عندنا سلسلة جبال الألب. دلوقتي الألب اللي موجودة في قارة أستراليا هنسميها الألب الأسترالية أو بنسميها الحاجز الكبير. واخدة شكل القوس كده مقسومة لقسمين، الحاجز الكبير في الشمال والحاجز الكبير في الجنوب. يبقى بمنتهى البساطة هذه الجبال كمان تتميز بارتفاعها وان بيقطعها بعض الأنهار. ما عنديش غير هضبة واحدة بس في استراليا واخدة معظم مساحة القارة.
عشان كده بيقول لي تضاريس استراليا بتشابه تضاريس افريقيا، الاتنين بيسودهم المظهر الهضبي. بتشغل الهضبة الغربية حوالي نص مساحة القارة ومعظم سطحها مستوي. كل المنطقة دي اسمها هضبة استراليا الايه يا اولاد؟ الغربية. اما السهول اللي عندي فانا عندي ثلاث انواع من السهول زيها زي قارة افريقيا، سواء سهول فيضية، سواء سهول ساحلية، سواء سهول صحراوية. لو جينا نتكلم عن السهول الفيضية هنلاقي ان انا عندي نهرين اتنين بس، بالرغم ان هي عندها سهول صراعية كبيرة جدا جدا، بس اشهر نهرين عندي هما نهري ميري ودارلينج. طب فين ميري ودارلينج دول على الخريطة؟ ادي الخليج الاسترالي الكبير طالع منه نهرين اهو، ادي نهر اسمه ميري ونهر اسمه دارلينج، ميري اللي تحت ودارلينج اللي فوق، ميري اهو ودارلينج. اما السهول الساحليه، ها عندنا جبال على طول الساحل ولا مش موجوده؟ موجوده في الشرق، يبقى اذا في الشرق السهول الساحليه ضيقه سواء في الشمال وبتتسع في الغرب، يبقى واسعه في الغرب وضيقه في الشرق. طيب السهول الصحراويه قال لي توجد داخل القاره في الغرب صحراء رمليه كبيره جدا تقل بها الموارد زي الصحراء الرمليه الكبرى او صحراء فيكتوريا الكبرى، عشان كده بيقول لي عندي سهول صحراوية. وبكده يا اولاد يبقى احنا خلصنا تضاريس قارات العالم الحديث. اشوفكم الحصة الجاية بمشيئة الرحمن في درس جديد من دروس مادة الجغرافيا، وهو درس بعنوان الاقاليم المناخية والنباتية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.